أو ما تبقى من المترشحين إلى ما انتهى إليه الصافي السعيد اليوم، وهو يعترف بالقول إنه ما كان علينا جميعا أن نقبل بالمسرحية منذ البداية، وقد غرقنا في سباق من الحواجز فوق أرضية من السباق والأوحال. أم على المعارضة الاعتراف بضعفها وتشتتها وعدم قدرتها بعد على منافسة السعيد؟ عدم استقرار حكومي ومؤسساتي، فشل سلطة السعيد وضعف المعارضة وتشتتها، تونس إلى أين؟ هلا غربية مستشارة المصالح العمومية والناشطة السياسية من باريس ضيفتنا في هذا العدد الخاص من حصاد 24 موافق لليوم الجمعة 9 من أوت. أستاذة هلا مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ حسين، ومرحبا بكل مشاهديك ومتابعيك سواء على الشاشة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدين أينما كانوا داخل تونس أو خارجها، على فيسبوك على يوتيوب أو التلفاز. نذهب في هذه الممضة قصيرة، تونس إلى أين ورجعين؟ يلا. مرحبا بكم من جديد وكل وبكل من التحق بنا الآن. خلينا نبدأ بالتعليق على إقالة السيد أحمد الحشاني بعد سنة واحدة من توليته منصب الوظيفة وظيفة الحكومية وتعويضه بالسيد كمال المدوري. لك كلمة سيدة هلا. طبعا أستاذ، تابعنا كما تابع كل تونسيين يعني إقالة الحشاني. طبعا هي إقالات، أصلا هو ما قالش إقالة، يعني قال تعويض الحشاني بسيد كمال مدوري، وهذا ما شاهدناه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التي أصبحت يعني صفحة الترويج الكذب وخطاب الفتنة بامتياز. لكن جاء الخبر في الصفحة هذه بصفتها أصبحت الصفحة الرسمية لكل أنشطة رئيس الجمهورية وكل ما يحصل في الدولة من تسميات ومن إعفاءات، وهذه حاجة ما تبشرتش بالخير الحقيقة. خليني نرجع فقط على تسمية الحشاني، اللي هي في الأصل كانت تسمية يعني لا ترتقي، لأنه السيد الحشاني مع كامل احترامنا شخصه يعني هو لا هو نتاع سياسة ولا يمكنه الاضطلاع بمهام، يعني فسيد حاجة أكبر من جرمه هو لا يستطيع. ولكن إذا كان نقارنه احنا الحشاني بكل الأشخاص اللي اختارهم السيد قيس سعيد لتولي هذا المنصب، نشوف أنه قيس سعيد يختار في الناس هذوما لصفات في أشخاصهم مش للشخص في حد ذاته. يعني يلزم يكون منبطح، يلزم يكون يسمع الكلام، يلزم يكون يخدم ساكت. نجلة بودان سمعنا منها كان ما شاء الله، الحشاني سمعنا كان منه عزيزي قيس سعيد، وكلما تكلم يعني خلى التوانسة في حالة هستيرية من الضحك، لأنه خطابه خطاب مضحك. يعني لا يرتقي لهذا المنصب وما ينجمش يتولى المسؤولية هذية، لكن اختارهم الرئيس مع ذلك لأنه يعني هذا هو الشخص اللي تتوفر فيه مواصفات الرئيس حتى يكون يعني يمكن له أن يطلع بهذه المهمة حسب ذهن قيس سعيد، مش حسب مستوجبات ومتطلبات المنصب في حد ذاته. وهذا خطير، لأنه بعد ما يعني الحشاني سكت قال سقراط تكلم لأراك، تكلم الحشاني فنحى قيس سعيد، يعني مهزلة. وقت اللي قيس سعيد يخرج ويقول مؤامرات ولوبيات وتعطيش التوانسة وتجويع التوانسة وقصان الماء، وخارج ماشي للصد المعبي وما مشاش للصد المليان الفارغ، وقت اللي وزارة الفلاحة تؤكد بمقررات ومناشير ومراسلات إدارية ورسمية أنه مشكل الماء هو مشكل استراتيجي ويجب على الدولة أن تتدخل بكل وسائلها وتضغط حتى ما يقعدش التونسي عطشان، ويجي سي قيس سعيد يقول كلام مؤامرات ولوبيات الإدارة
ولوبيات في الإدارة بسبب الانتخابات هي تسعى إلى تعطيش التوانسة، وتطلع في الأخر الحكاية ما عندها حتى علاقة باللوبيات، ويظهر مرة أخرى كذب الرجل. ولكن هذا يعني ماهوش غريب عن قيس سعيد الذي عودنا بهذه الأكاذيب. ويخرج الحشاني في خطاب مباشر لأول مرة يلقي خطابا مسترسلا، يعني بطبيعة الحال وقاعد يقرأ قدامه خطابه الشهير مع الحائط مباشرة، ويقول لنا راه حقيقة فما مشكل في استراتيجيات المياه وعلى الدولة، يعني أنها وهو يقول احنا خذينا احتياطاتنا وإجراءاتنا، لكن في الحقيقة هما ما خذوا حتى شيء. يعني يعزله قيس سعيد ويعوضه بكمال مدوري، ويقول في خطابه ذلك يعني يلزم يكون العمل الحكومي قائم على التناسق. شنو معناها العمل الحكومي قائم على التناسق؟ معناها سيدي غني وجناحه يرد عليه، معناها قيس يكذب ويلزم الحشاني يسانده في هذا الكذب، معناها قيس يقول اللي يحب عليه وما على الحكومة إلا أن تسانده. وبطبيعة الحال احنا توا ما عادش عندنا رئيس حكومة ووزراء يعني تابعين الحكومة، احنا عندنا وزير أول والبقية الكل ينصبهم وينحيهم قيس سعيد. الآن نأتي على يعني تسمية المدوري. كمال المدوري سيرته الذاتية مشرفة، هو ولد الإدارة التونسية وولد المصعد الاجتماعي، هو مستشار مصالح عمومية، شهيده ما ينجم حتى حد يعني يشكك في قدرته ولا في أهليته ولا في تمكنه، لكنه بعيد عن السياسة. والجانب هذا في بعده عن السياسة ربما يكون يخدم قيس سعيد أكثر مما يخدم كمال المدوري في مهمته القادمة. يعني هو مش مطلوب منه حسب نظر قيس سعيد، مش مطلوب منه التوافق، ومش مطلوب منه يعني إيجاد معناها إيجاد التوافقات مع المحيط اللي يعني ربما تقوم عليه توازنات البلاد. هو مطلوب منه أنه ينفذ تعليمات قيس سعيد، نقطة ورجع للسطر. وهنا يعني يلزمني ننبه الرجل لأنه ما نعرفش علاش قبل كمال المدوري هذه المهمة اللي يتعامل مع قيس سعيد، يتبين بطريقة واضحة أنه السيد هذايا يعني يخدم بيك ويرميك ويحملك مسؤولية كل الإخلالات وكل المصائب اللي تنجم تكون صارت في الفترة هذيك اللي انت فيها ما عندك حتى دخل في الموضوع، لأنك انت في النهاية ما عندكش صلاحيات. يعني ماذا يبغي كمال المدوري من موافقتي على هذا المنصب؟ ربما هي إعادة اعتبار بالنسبة لي، لكونه هو زاد يعني كان من المظلومين على يد الوزير اللي لا يصلح للوزارة ولا يصلح لشيء مالك الزاهي، واللي كان مساره في وزارة الشؤون الاجتماعية تعاسة حقيقية. بطبيعة الحال مش أتعس من وزيرة التربية الحالية، لأنه ما شاء الله مع قيس سعيد احنا نقول وصلنا للقاع، ولكن الرجل يحفر من جديد ونحصل على قاع آخر، يعني درجة أخرى في الحضيض نحن ننزلها. يعني كيف سيتعامل كمال المدوري؟ نعم. حقيقة يعني يلزم استراتيجية، لكن ربما أيضا يكون بتسميته لكمال المدوري نوعا ما قيس سعيد يريد أن يغازل الإدارة التونسية اللي هي يد السلطة التنفيذية وذراع السلطة التنفيذية التي خذلته. بطبيعة الحال خذلته لأنه هو إنسان كذاب، لأنه في تونس السيستم الأفضل أن تعدد مغالطات سعيد قبل أن تذهب، أفضل أن تذهب في الوصف سيدة هالة، تذكير فقط.